الحمد لله منذ الصباح يعني 7:30 بدأوا يتوردوا المؤطرين تاع المكاتب، واستطعنا كيفاش يعني نحطوا كل واحد يعني في المكتب تاعه. الحمد لله ما صار حتى اختلال، وعدد المصوتين والمنتخبين في 3419 ناخب. جيت نأدي الواجب تاعي الوطني كما كل عام، كان الناس بزاف يراهم رايحين يؤديوا الواجب الوطني تاعهم ان شاء الله بالتوفيق للبريزيدان البروشان. نفوتيو كيما كل عام من اجل البلاد، الازدهار والخير للبلاد ان شاء الله، واللي ينجح ربي يوفقه. خدينا جميع التدابير والإجراءات لاستقبال المواطنين من أجل هذا الاستحقاق الوطني، من أجل هذه الانتخابات الرئاسية. لا الحمد لله، واش واحد اللي ما واسيش هذه يفوطي على لا كونسيونس تاعو. لازم يجوا بقوة، هذه بلادهم، ما عندهمش بلاد واحدة أخرى. اللي ما يحبوناش راهم بزاف، واللي يكرهونا راهم بزاف، والعاديين تاع ربي راهم بزاف، وحبوا يهبطوها، ما تهبطش بربي إن شاء الله.